الخامس من أكتوبر تشرين الأول من عام 1973، 24 ساعة وتدق ساعة الصفر، ويعبر الجيش المصري العظيم إلى أراضيه المحتلة على الضفة الشرقية. لم يكن ثمة حديث عن الجبهة المصرية. أشارت الصحف المصرية إلى التوترات الحادة على الجبهة السورية الإسرائيلية، حيث أكدت مصادر عسكرية بحسب صحف ذلك الصباح أن العدو يستعد للقيام بهجوم كبير على سوريا، لكن القوات هناك تقف على أهبة الاستعداد لرد الهجوم. في اليوم السابق للحرب نشرت الأهرام تصريحاً لرئيس الأركان الإسرائيلي آنذاك الجنرال دافيد العازار، قال فيه إنه ينبغي للدول العربية أن تعرف أن لدى إسرائيل أيادي طويلة تستطيع الوصول إلى أعماق تلك الدول وخطوطها الخلفية. كان تعليق الذكي من المراسل العسكري للأهرام آنذاك مرسي عطلة هو أن تصريحات العازار استعراض قوة في الوقت الذي تملأ فيه إسرائيل العالم خداعاً بأحاديث عن السلام. ويواصل عطل استدراجه بأن تصريح العازار يعطي دليلاً على تمهيد لعدوان إسرائيلي جديد بدعاوى مزعومة عن أن الدول العربية تحشد قوتها، مؤكداً أن القوات المسلحة المصرية على درجة من اليقظة لإحباط أي عدوان من إسرائيل. وفي الوقت الذي كانت فيه مصر على بعد ساعات قليلة من العبور، كان وزير الخارجية المصري محمد حسن الزيات في الولايات المتحدة الأمريكية يعقد لقاء مع هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي للبحث عن حل ما للضغط على إسرائيل. يحتدم زيات في نقاشه مع أسطورة الدبلوماسية الأمريكية هنري كيسنجر يصب لعنته على تعنت إسرائيل وتجميدها الموقف، فيما كانت القيادة المصرية تضع اللمسات الأخيرة لمعركة الغد. وحتى تكتمل الصورة، أبرزت الصحف خبر تنظيم أسبوع لمسرحيات الأديب المصري توفيق الحكيم تكريماً لما أده الكاتب الكبير للمسرح المصري. ورياضياً أعلنت الصحف أنه ستلعب بعد ظهيرة الخامس من أكتوبر تشرين الأول 7 مباريات تقام لأول مرة في يوم واحد منذ أن بدأت بطولة الدوري. مع كل هذا النشاط الرياضي والفني والمناشدات الدبلوماسية خارج البلاد، بدت مصر كأنها لا تفكر في الخيار العسكري مطلقا، حتى أخذ العدو بغتة مع ظهيرة اليوم التالي. بمناسبة مرور 50 عاماً على نصر أكتوبر المجيد،